عثمان رضي الله عنه غدر في بيته، علي بن أبي طالب غدروا عبد الرحمن بن ملجم في رمضان 17 رمضان، غدروا غدر برضو، كلهم غدروا، طلحة غدروا بسهم طائش، ما معروف الكتل من ذاته. الزبير غدره رجل يسمى عمير ابن جرموز لما كان في آخر عهد عثمان، وخرج الخوارج على عثمان وطلعوا بمطالب، قالوا عثمان ولا أقاربه، هذا من الكذب، وقالوا ضرب ابن مسعود، وقالوا نفى أبا ذر إلى الربذة، وفعل، جابوا لهم 16 مطلب، وتنادوا من قبائل، وكان المؤلب لهم رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يلقب بالموت الأسود. يا أخواننا شوف أحداث التاريخ دي أنت لابد تعرفها، لأنه في ناس بيلعبوا فيها لعب شديد. خلاص، عبد الله بن سبأ يهودي، ده اللي حرض القبائل التي طلعت وخرج على عثمان، منهم قبائل من اليمن وقبائل من مصر وقبائل من الشام وقبائل من الجزيرة العربية، واجتمعوا كلهم الخوارج وأحاطوا ببيت عثمان، وكانوا 1000 رجل، ما 6 ولا 7 أنفار. لما أحاطوا بداره أخبر عثمان بذلك، فقال لهم إني لا أريد أحدا أن يدافع عني، ما في واحد من الصحابة يدافع عني، لأسباب يا أخواننا. امتنع عثمان وجلس في بيته، خدت المصحف قدامه وانتظر، بقرأ. ليه؟ قالوا لأسباب. السبب الأول، قال عثمان إني لا أريد أن يراق محجن دم، المحجن يعني الفنجان، بسبب بعد رسول الله. يعني قال مر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر ولم يرق دم بسبب واحد منهم، فكيف يراق الدم بسبب أنا ويقتتل الناس؟ قال أنا منتظر. السبب الثاني، كويس، عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا في النوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أو أبا بكر وعمر، وقالوا له إنك ستفطر عندنا من القابلة، بكرة أنت بتفطر معانا، كويس. فدي أسألك الله، أنت لو شفت رؤيا زي دي ولك فطورك في وش في الجنة ساي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، باقي لك دي بتبدلها بأي حاجة؟ فقال بس بصبر على كده، بس تبقى على فطورك ده. فصبر على ذلك، كويس. الصحابة أغلبهم كانوا في الحج، ما كانوا موجودين، بل ما ظن الصحابة أن هؤلاء سيقتلون أمير المؤمنين، قالوا دي العبارة عن ناس بكوركو بتاعين فوضى بيمشوا ما في حاجة. الحاصل قتلوا عثمان. بعدما قتلوه، معاوية رضي الله عنه كان في الشام، وكان الوالي من زمن عمر بن الخطاب على الشام 20 سنة، وعنده الجيوش والمنعة، ومعاوية ودعم عثمان ودعمه. طيب، خرج معاوية في الجيوش، لما أرسلت إليه نائلة زوجة عثمان، رسلت له القميص بتاع عثمان ومعه أصابعين هي قطعوين الخواري تعين يده، لفتن ورسلت له هناك لمعاوية، ومعاوية كان معه الجنوش والمنع، جيوش ومنع وقوة، قالت له ده ود عمك قتله، خذ بالسار. فخرج معاوية ثائرا على قتلة عثمان، و يحتج من النصوص بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ربنا أداني الحق إنه أخذ بتار. عشان تعرفوا يا أخوانا الناس بيستسهلوا قضية ما وقع بين الصحابة وقالين الأمر بسيط. الأمر يا أخوانا فتنة لدرجة إنه أنت ما تقدر تميز أنا ذاك، وكل معه حق. معاوية بيتكلم بوجه حق، وعلي يتكلم بوجه حق. علي رضي الله عنه لما بويع قال لي معاوية ننتظر حتى نقبض على الناس ويحاكموا محاكمة عادلة، ما ممكن أكتل الناس بدون محاكمة. والخوارج اندسوا في صفوف المؤمنين. الخوارج لما عرفوا كده انحازوا إلى جيش علي، دخلوا جوا الجيش بتاع علي بن أبي طالب، ومعاوية ينظر إلى الخوارج داخل جيش علي اللي قتلوا عثمان. شوف الأمر اختلط كيف. وتمسك معاوية بالثار من قتل عثمان، بس قال داير التار من قتل عثمان، ما في حلل. فمضى معاوية لما اقترب من المدينة كويس، اصطلح هو وعلي وما بيناتهم مشكلة. الناس بيظنوا الآن إنه في قتال وحرب وفي ضغائن وحقد بين علي ومعاوية، ده كذب كله. التاريخ ده مشوه يا اخوانا، دي مشكلتنا، التاريخ مشوه. ما في بيناتهم ضغائن ولا في بيناتهم حسد، ده كله بيناتهم ما في، ولا قتال في سلطة ما في. ما الصمت قتلوا في حكومة زي ما بيصوروا الناس الليلة، عشان دارين يبرروا للثورات ويبرروا للأشياء المقاتل اللي بيعملوها، ده كله غلط. الحصل لما قرب اصطلحوا، وكان سفير الصلح بينهما القعقاع بن عمرو، ده من فرسان الصحابة، كان ده سفير الصلح بيناتهم. لما اتفقا علم الخوارج بالاتفاق بين علي ومعاوية بالليل كويس. في الوقت ذاك انقسم الخوارج على قسمين وقالوا إن هؤلاء اصطلحوا على دمائنا. قالوا علي ومعاوية اتفقوا على شنو؟ على إنه يعطوا علي رضي الله عنه 6 أشهر فيقتص من قتل عثمان. اتفقوا خلاص. الخوارج قالوا هوي الناس زي اللي اتفقوا على دمنا نحن، ولا بد نولع الفتنة. أيوة. وكان الزبير وطلحة قد ذهبا إلى عائشة. أعرف المسائل دي كويس. مشوا لعائشة رضي الله عنها، قولي أنت أم المؤمنين والناس بيسمعوا كلامك، لا بد تطلعي للصلح بينهما عشان تصلحي بين الطرفين، وأنت أم المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فخرجت عائشة للصلح، ما خرجت زي ما الليلة بتكلموا العلمانيين والمجرمين وقال لك عائشة خرجت لشنو؟ خرجت على الحاكم وخرجت على علي، كذب الكلام ده. الحصل بعد ذاك الخوارج بالليل جزء منهم خش في جيش علي وجزء خش في جيش معاوية، وديلا قالوا غدر علي وديل قالوا غدر معاوية، ونشبت الحرب. والصحابة كانوا فرسان، يعني الواحد منهم لا يمكن يفر في الحرب، ما تعودوا، فيجوا ناس هاجمين عليه ما يمكن يفر، وقاتل كل منهم دفاعا عن نفسه. وعلي رضي الله عنه يثبت الناس، ومعاوية بيثبت في الناس، ما دري يقاتلوا. لكن بعد ذاك صار الأمر فتنة، ودي وقعت الجمل. حتى عائشة رضي الله عنها وقفت ومعها رجل يسمى ثور، وشال المصحف في يده دار يوقف الناس، ضربه ذاته شال المصحف ده، بيه مصحف ذاته دير الخوارج. طيب من هنا يا اخواننا نحن نعرف حاجة مهمة. شوف يوم تقوم فتنة ويختل الأمر، بعد ذاك ممكن يقتل إنسان وليس له ذنب في الموضوع ولا عنده دخل، والأمر بيبقى فوضى وتصعب السيطرة. أعرف المعلومة دي، ستصعب السيطرة. وأي زول قرأ التاريخ
بيعرف يحلل الأحداث الموجودة الآن، تعرف تحلل صح. ما تتخيل أنت في نص الفوضى بعدين لو البلد دي جاطت، تخيل جاطت البلد، الثوار مع الحكومة وانفرط الأمر وبقى أمني ما في، ولا تعرف كتيبة الحكومة بوين ولا كتيبة الثوار بوين، في وقت زي ده ما تستطيع تاني للحكومة ولا الثورة، خلي بالك الاثنين ما يستطيعوا السيطرة في الأمر. شفت عند الفوضى ما يقدر يسيطر واحد لا هذا الطرف ولا ذاك، ويتمكن في ذلك الوقت كل صاحب حقد، أي زول حاقد على واحد تاني، وأي زول عنده منقبة على زول، وأي زول حاسس زول في حاجة بيتمكن منه في الوقت ذاك وبيعمل ما يشاء. الحاسد له زول شنبنا له بيت سمح ساي ممكن يمشي يقتله، صح ولا ما صح؟ ذاك لو مع الحكومة حيقول قتلتني المعارضة، ولو مع المعارضة حيقول قتلتني الحكومة، وهكذا. فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض وتحصل الفوضى ولن يستطيع أحد السيطرة، ما بدل حيقدر يسيطر في الأمر ده تاني، حتبقى بعد ذاك تاني كتائب وكتل ومجموعات وفئات تقاتل ولا تعرف راية الحق من راية الباطل. وأي زول بعد ذاك حيشوف له مجموعة ينتمي ليها، اللي عنده قبيلة حينتمي لقبيلته، واللي عنده مجموعة دينية حينتمي لمجموعته الدينية، واللي عنده طائفة حينتمي ليها، وحيحصل قتال بين الناس، قتال عظيم ونهب وسلب وفوضى. ففي هذه الفوضى اللي حصلت قتل الزبير وقتل طلحة وقتل عدد من الأفاضل. الكتاحة ما قايمة، اللي بيقتل في الوقت داك ما معروف دمه. طوال تمكن ابن جرموز من الزبير في وادي السباع في العراق جنب البصرة فغدره فقتله.